أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها من الكتاب الكافي الشريف. وذكرنا في الحلقه الماضيه صدر الحديث الرابع المروي عن الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. ثم قال في بعض كتابه يقول الامام زين العابدين: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. في انا انزلناه في ليله القدر. وقال في بعض كتابه: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول في الايه الاولى ان محمدا حين يموت يقول أهل الخلاف لأمر الله عز وجل مضت ليلة القدر مع رسول الله فهذه فتنة أصابتهم خاصة وبها ارتدوا على عقابهم لأنهم إن قالوا لم تذهب فلا بد أن يكون لله عز وجل فيها أمر وإذا أقروا بالأمر لم يكن له من صاحب بد الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام في صدر هذا الحديث فسر سوره انا انزلناه في ليله القدر ثم ينتقل الى الكلام حول ما حدث للمسلمين بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله فيقول ان الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن امرين، الامر الاول في سورة الانفال حيث قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واما الامر الثاني فهو ما ذكره في سورة آل عمران وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اولا لنذكر معنى الآيتين ثم نشرح كلام الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام. الله سبحانه وتعالى في سوره الانفال يقول: "واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة". الفتن التي يبتلى بها الناس، هذه قد تكون فتنة خاصة، وقد تكون فتنة عامة. ومن الفتن العامة هو أن بعض الناس يفعلون المنكر، وبعض من الناس يسكتون على هذا المنكر. فالله سبحانه وتعالى حينما يعاقب يعاقب كلا الطائفتين. لا يعاقب الفاعلين للمنكر فقط، وإنما يعاقب الساكتين عنهم أيضا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفتان، فإذا الإنسان يتمكن منهما واجتمعت شرائط الوجوب، فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ارتكب كبيرة موبقه في قضيه اصحاب السبت الله سبحانه وتعالى اراد ان يختبر جمعا من بني اسرائيل الذين كانوا في القريه التي كانت حاضره البحر فنهاهم عن الصيد في يوم السبت ولمزيد من الامتحان الأسماك كانت تتكاثر في يوم السبت تأتيهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم في سائر الأيام البحر خال من السمك فأرادوا أن يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى فانقسم الناس إلى ثلاثة أقسام قسم بحيلة وخداع كانوا يصيدون في يوم السبت جعلوا أحواض بجنب البحر وكانوا يسوقون الأسماك إلى الأحواض ويغلقون الباب على الأسماك ثم يأتون في يوم الأحد ويصيدون الأسماك ويقولون إننا لم نصد الأسماك في يوم السبت بهذه الحيلة والخداع أرادوا أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم هؤلاء كانوا يخالفون الامر صريحا طائفه ثانيه ما كانت تنهى عن المنكر بل كانوا يثبطون الناهين عن المنكر الطائفه الثالثه الطائفه التي كانت تنهى عن المنكر فلما أنزل الله سبحانه وتعالى العذاب، لم يخصه بالصائدين فقط، بل العذاب عمّ الصائدين وعمّ الساكتين الذين كانوا ينهون هؤلاء الله نجّاهم، كانوا ينهون عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه القاعدة العامة لكل زمان كما كانت في بني إسرائيل فهي في هذه الأمة الإسلامية. هذه الآية الأولى الآية الثانية التي يذكرها الإمام زين العابدين في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قلبا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هذه الآية نزلت في يوم أحد لكن معناها عام ليس خاصا بتلك الواقعة. غالب الآيات القرآنية لها شأن نزول لكن معناها عام وكما يقال خصوصية المورد لا تخصص الوارد. في يوم أحد خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله صريحا الرسول جعل خمسين شخصا من الرماة على التل ليحموا المسلمين من ظهورهم وأمرهم بأن لا يتحركوا من أماكنهم إلا أن يأتيهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم إن انتصرنا أو انهزمنا فلا تتحركوا من مواقعكم، لكن في الجوله الاولى من المعركه انتصر المسلمون وجعلوا يجمعون الغنائم فمن الرماة اكثرهم خالفوا امر الرسول، مع ان رئيس الرماة ذكرهم بامر الرسول نبههم بذلك، لكن حب الدنيا والغنائم اصمت اسماعهم فالأكثر أكثر من ثلاثين واحد من هؤلاء الخمسين تركوا مواقعهم فاستغل المشركون بقيادة خالد بن الوليد خلو الثغر وهجموا من الخلف وقتلوا من تبقى من المسلمين من الرماة على الجبل وهجموا على المسلمين من خلفهم المشركون المنهزمون ايضا رجعوا فحاصروا المسلمين، هنا كان وظيفه هؤلاء ان يثبتوا، ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله، يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا لكن أكثر المسلمين المئات من الذين كانوا في ساحة المعركة انهزموا، يقول الله عز وجل: إذ تصعدون يعني تتفرقون في الصعيد منهزمين، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى خلفكم من شدة الخوف والرسول يدعوكم في اخراكم، كانوا يسمعون صوت رسول الله صلى الله عليه واله لكن حب الدنيا وحب الحياه غلب عليهم. بعد ذلك سمعوا ان رسول الله صلى الله عليه واله قتل فانهزموا الا القليل جدا يعدون بالاصابع. مجموعه استشهدوا ومجموعه ثبتوا فنزلت هذه الايه، لكن هذه الايه لم تكن خاصه بيوم احد تكررت القضيه ايضا في يوم حنين ايضا انهزموا مع انه كان في اواخر حياه الرسول صلى الله عليه واله بعد فتح مكه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وايضا في غزوه خيبر ثبت بالاحاديث الصحاح انهم في الجولات الأولى انهزموا راجعين يجبن أصحابه ويجبنونه إلى أن فتح الله خيبر بيد الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فالرسول وهو حي خبر مقتل الرسول كان يفعل بهم هذه الفعلة إلا القليل منهم زين فلما توفي رسول الله صلى الله عليه واله مسموما، هؤلاء الذين انقلبوا في يوم احد، وفي يوم خيبر، وفي يوم حنين، ايضا انقلبوا على رسول الله صلى الله عليه واله، وهذا لا تقوله روايات الشيعه فقط، بل اصح روايات السنه ايضا تدل على ذلك. كتاب البخاري صحيح عندهم يعتبرونه اصح كتاب بعد القران. هناك يروي روايه عن البراء بن عازب يقول: انك لا تدري ما احدثنا بعده لا تدري ما احدثنا بعده بعد رسول الله صلى الله عليه واله. في حديث اخر ايضا في البخاري في باب الحوض يقول رسول الله صلى الله عليه واله: "وليختلجن دوني اقوام حتى اذا عرفتهم وعرفوني فيحلؤون عن الحوض يعني يطردون عنه فاقول يا رب اصحابي هؤلاء القوم اصحابي كيف طردوا عن الحوض؟" فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ارتدوا على أدبارهم القهقرة. في رواية أخرى: فلا أراه يخلص منهم إلا كهمل النعم، يعني القليل جدا، الأكثر.. يساقون إلى النار وهذه روايات يرويها البخاري في أصح الكتب عندهم يعني هذا الأمر محل اتفاق بين المسلمين أجمع ويدل عليه القرآن أيضا وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى أن يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، الرسل هكذا ومحمد صلى الله عليه واله رسول الله ليس بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. الرسل هذه الآية في سورة البقرة تدل على ان اصحابهم الذين امنوا بهم من بعدهم اختلفوا فاقتتلوا وكفر بعضهم وهم اصحاب الرسل وفي حديث عن الامام الباقر حينما يذكر هذه الايه يقول ففي هذا ما يستدل به على ان اصحاب محمد صلى الله عليه واله قد اختلفوا من بعده فمنهم من امن ومنهم من كفر، فاذا هذا امر يدل عليه القران واتفقت صحاح المسلمين عليه، وهو امر طبيعي ايضا حدثت في الامم الاخرى بنو اسرائيل هؤلاء أولاد الأنبياء، لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. بنو إسرائيل ذريته، كان له اثنا عشر ولداً وأحفاد كل ولد سبط من أسباط بني إسرائيل. هؤلاء أولاد الأنبياء، ورأوا معاجز موسى عليه السلام بأم أعينهم. رأوا فلق البحر، رأوا المن والسلوى، رأوا وإذ استسقى موسى قومه، ورأوا 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 في تسع آيات بينات، ورأوا كيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم من فرعون وجنوده، لكن بمجرد أن عبروا البحر رأوا قوما يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة، اسم موسى موجود بينهم. زين موسى عليه السلام ضبطهم. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يختبر يختبرهم فامر موسى ان يذهب الى الطور وان يخلف هارون فيهم. وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين زين موسى عليه السلام أربعين يوم غاب خلال هذه الأربعين يوم من حليهم صنعوا عجلا جسدا له خوار وعبدوه ورفضوا كلام هارون وأرادوا أن يقتلوه إن القوم استضعفوني وهارون حذرهم لكن ما فات تحذير من تحذيره لهم. زين. إذا اتضح ذلك نأتي إلى هذا الحديث الشريف. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول ما معناه: إن الله سبحانه وتعالى بلّغ عبر رسوله صلى الله عليه وآله في حديث الغدير في حديث الثقلين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. وفي حديث المنزله انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. الرسول صلى الله عليه واله حذر وبلغ لكن جرت سنة الله تبارك وتعالى في الرسل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر جرت هذه السنة في هذه الأمة الإسلامية زين قسم ظلموا أهل البيت حقهم وقسم سكتوا الفتنة عمتهم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هؤلاء الفتنة عمتهم فكانوا مصداقا من مصادق هذه الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين زين هسا انقلبوا على الأعقاب اجوا بالنسبة إلى سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخر السورة المباركة زين بعد الرسول على من تتنزل الملائكة والروح هنا اضطروا ان ينكروا ليلة القدر. لأنه اذا يعترف باستمرار ليلة القدر لازم يبين على من تنزل. إذا واحد يدعي علي تنزل من السلاطين والخلفاء لا يتمكن من هذا الادعاء. زين يسأل ماذا قدر الله سبحانه وتعالى وماذا قال لك وماذا حدثك؟ تصير مشكلة. يعترفون بان هذه الليله مستمره فعلى من تنزل الملائكه؟ لازم يعترفون بانها تنزل على الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. زين اذا تنزل على الائمه من اهل البيت فانتم شنو دوركم؟ مستلمين الامور ولماذا ظلمتوهم حقهم؟ فلذا اضطروا ان ينكروا هذه الليله من الاساس. لذا ان محمدا حين يموت يقول أهل الخلاف أهل الخلاف لأمر الله عز وجل الذين خالفوا أمر الله مضت ليلة القدر مع رسول الله فهذه فتنة أصابتهم من مصادق الفتنة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الفتنة أصابت الظالم والساكت عن الظلم أنكروا ليلة القدر وانكروا فضل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، وبالنتيجه خالفوا امر الله سبحانه وتعالى، وبذلك حدث الارتداد على الاعقاب. اذا الامام يقول وبها ارتدوا على اعقابهم، يعني بانكارهم امامه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، ارتدوا على اعقابهم، لان الارتداد قسميا ارتداد مخرج عن الملة يصير كافر وارتداد عن أمر الله سبحانه وتعالى قد يكون في الظاهر مؤمنا مسلما لكن في الباطن ليس بمؤمن ولا بمسلم مثل المنافق المنافق يعامل معاملة المسلمين لانه يتشهد الشهادتين وكل من يتشهد الشهادتين تجري عليه الاحكام الاسلاميه لكن يخادعون الله وهو خادعهم الله يتعامل مع المنافق في الدنيا بتشريعه تعامل المسلم لكن في الاخره يحشره مع الكفار بل اسوا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار هؤلاء هذه كانت من الفتن التي ابتلوا بها، اضطروا للبغي وللمصالح الدنيويه ان ينكروا امامه الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. وبذلك خالفوا امر الله وخالفوا امر الرسول صلى الله عليه واله، والانسان الذي يخالف امر الله وامر الرسول حتى اذا يتشهد الشهادتين بالظاهر هذا محكوم بحكم اخر بالظاهر تحكم عليه بالاسلام، لكن في الباطن هذا ارتداد، وهذا الارتداد يؤدي بالانسان الى ما ذكره البخاري في صحيحه، انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرة، ويقول: فلا اراه يخلص منهم الا مثل حمل النعم القليل، النعم يعني مثلا الجمال والبعران الكثيرة هي مجتمعة إذا كم وحدة انفصلت من القطيع هذه تسمى همل أو همل النعم القليل منها لا أراه يخلص منه واحد يقول عجيب هل يمكن؟ نعم الرسول موجود أم كان؟ في يوم أحد الرسول موجود ألف واحد من المسلمين لم يبقى مع رسول الله سوى عشرة هسه سبعين استشهدوا كل السبعين استشهدوا والعشرة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أقل من العشر بقي مع الرسول تسعة أعشار انهزموا زين الله سبحانه وتعالى عفا لأن العاصي إذا تاب الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. لكن بشرط أن لا يكرر. كرروا ذلك في يوم حنين وهو في أواخر حياة الرسول صلى الله عليه واله لأنه كما ذكرنا كان بعد فتح مكة. في أواخر سنة السنة الثامنة من الهجرة غزوة حنين. يعني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه واله بسنة ونصف تقريبا أو أقل. ايضا الرسول موجود بوجوده خالفوا امر الله بعدم توليه الادبار والفرار من الحرب وخالفوا امر الرسول زين بعد وفاه الرسول الرسول ما موجود فما هو المانع لهؤلاء الذين كرروا مخالفه رسول الله صلى الله عليه واله والرسول حي ما الذي يمنع هؤلاء ان يخالفوا امر الرسول صلى الله عليه واله مره اخرى؟ وما المانع ان تجري فيهم السنه التي جرت في بني اسرائيل؟ لا مانع من ذلك، ولا استبعاد في ذلك. لان مجرد صحبه رجل لنبي وايمان رجل بنبي هذا ما يعطي العصمه والحصانه. بنو اسرائيل كما ذكرنا الله يعبر عنهم واني فضلتكم على العالمين الله فضلهم لكن هذا لم يعطهم الحصانه من الانحراف. لا الانحراف في مسأله مسأله النبوه او مسأله الخلافه وقال موسى لاخيه هارون اخلفني لا مو فقط انحراف في هذه اللي هي خلافة هارون لموسى، انحراف التوحيد حدث لهم. عبدوا العجل، وهؤلاء الذين فضلهم الله سبحانه وتعالى على العالمين. لكن سقط أكثرهم في الامتحان. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: "واختار موسى قومه سبعين رجلاً" موسى اختار منهم سبعين واحد من أفاضلهم ومن خيارهم لكن هؤلاء عتوا وطلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى فعاقبهم الله بأن أنزل عليهم صاعقة قتلتهم كلهم وهنا موسى توجه إلى الله سبحانه وتعالى أنا أنا أتهم بهؤلاء راح بني إسرائيل يقولون إني قتلتهم وهؤلاء من خيار بني إسرائيل راح تصير فتنة عظمى فالله سبحانه وتعالى رحمة ولطفا لموسى عليه السلام أحياهم فلا يستبعد أن يكرر ذلك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان المنافقون موجودون سورة المنافقين نزلت وعشرات بل مئات من الايات القرانيه موجوده حول المنافقين في سوره التوبه وغير سوره التوبه. فهذا امر طبيعي يحدث في كل الامم ان الاكثر يخالف امر الله، اكثرهم للحق كارهون، هذه حاله عامه طبيعيه لان الانسان باختياره قد يبغي والبغي قد يكون من الكثير الله يفضله لكن هذا ما يعطي حصانة لازم أنت تستمر على الطريق المستقيمة لذا دائما في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم حتى إذا الله هاديك بس ما عندك ضمانة في الاستمرار الله حول بلعم ابن باعورة يقول آتيناه آياتنا فانسلخ منها الله آتاه آياته فخرج منها فأتبعه الشيطان انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، صار من الغاوين. إذاً الإنسان لازم يدير باله دائماً إذا هو على الصراط المستقيم لازم دائماً يكون في باله أنه الشيطان قال من اليوم الأول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم. من جميع الأطراف يأتي. فلذا الامام عليه الصلاه والسلام زين العابدين يقول ان الفتنه التي اصابت هؤلاء الظالمين والساكتين هذه كانت فتنه عظيمه بجحد امامه الائمه من اهل البيت وذلك استلزم جحدهم لوجود ليله القدر بعد رسول الله صلى الله عليه واله لكي يتخلصوا من هذا الإشكال الوارد عليهم بأن الملائكة تنزل على من؟ إذا هي ليلة القدر لازم الملائكة تنزل، فأنكروا حتى ليلة القدر، طبعًا بعد ذلك أكثر المخالفين اعتقدوا بليلة القدر، والآن تقريبًا جميع المسلمين يعتقدون بليلة القدر لكن يلزمهم هذا الكلام، على من تنزل الملائكة؟ كما ذكرنا في حلقات ماضية عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما ومعرفة وصحة عقيدة بإذنه تعالى هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين